بعد ما تعرفنا على البرنامج وضبطنا الإعدادات وجهزنا كل شيء في حسابنا كمعلمين، خلونا الحين نتعلم شلون ممكن إن إحنا ننشئ فصل دراسي في هذا الحساب. نضغط على create. طبعا عندك خيارين، يا يعني إنك تختار من create هني أو إنك تختار هني. نكتب اسم الفصل مثلا، إذا نبي نحطه العلوم، عفوا هني إذا نبي نكتب مثلا نبذة مختصرة عن المادة، أو أنت كمعلم التعليمات اللي تفضلها إنها تكون، أو الإرشادات اللي تبي تعطيها حق طلبتك. مثلا إذا نبي نكتب إن التعليمات تكتبهم مثلا أكثر من واحدة، مثلا تقدر تكتب اللي أنت تبي. بعدين تختار المرحلة التعليمية اللي أنت قاعد تعطيها، مثلا نختار الفصل السابع. بعدين نختار المادة مثلا العلوم، لأن هي المادة مادة علوم. نختار السبجكت، وبما أنه هو الصف السابع فهنا عندنا هو يدرس كل هذه الأمور. نختار اللون اللي نبي تكون عليه هذه القائمة، مثلا هذا اللون. نسوي له كرييت، راح يظهر لنا الفصل هني. طبعا لأن احنا تونا مسوين راح تطلع لنا هذه التعليمات. هذه هي الواجهة الخاصة بالفصل اللي موجود عندي، هذا العنوان، هذه المادة اللي قاعد نعطيها، المرحلة يعني المرحلة التعليمية الخاصة فيها، البيانات اللي أنا حاطتها، منو هو المعلم، أو لو تلاحظون إن هي teachers مو المعلم الواحد، أكثر من معلم، لأنه ممكن يكون عندي أكثر من معلم. تمام، ممكن نضيف صورة أيضا حق البرنامج أو حق الفصل. ممكن نختار الصورة اللي نبيها، مثلا هذه الصورة ممكن احنا نغيرها، هذا هو الشكل اللي راح تظهر عليه. ممكن ان احنا نلغي الموضوع او نحط لها سيف، هي شوي راح تاخذ وقت علشان تصير. تمام، بما ان احنا اوريدي انشأنا الفصل، الحين صار عندنا البارت المهم اللي هو شلون نضيف الطلبة لهذا الفصل. عندي طريقتين. الطريقة الأولى أني أنا أضيفهم من نفسي، أو أني أنا أبعث لهم شيء فهم يضيفون نفسهم عن طريق فكرة اللي هو join class. إذا مثلا أنا بأسوي هذا الشيء، أدخل على الأعضاء هني، أسوي add student، أعبي هذه البيانات، أحط اسم كل طالب، الفيرست نيم واللاست نيم له، واحط الايميل اللي الخاص في هذا الطالب. طبعا هذا راح يكون وايد سهل اذا انا جيت اوريدي حاطه الكود الخاص في المدرسه اللي انا تابعه لها. تمام، هذه اول طريقه، ونسوي لهم دعوه وهم يولنا. الطريقه الثانيه اللي ممكن نسويها هي عن طريق استخدام الكود هذا. ممكن اني انا اسوي شير حق الكود، ادز لهم اياه، او اسوي له شير كبي دي اف، او اني انا ادز لهم الى الايميلات الخاصه فيهم، فراح يقدرون هم يدخلون الفصل عن طريق اللي هو الجوين، يعني يدخلون عندي هذا الفصل. طبعا نشوف هني عندي اللي هو البوست، اللي هي غالبا الصفحة الأساسية لما ندخل البرنامج. أي شيء راح أسوي له نشر في هذه الصفحة راح يكون خاص لهذه الصفحة. الأعضاء اللي فيها هم اللي يتواصلون فيها معاي، هم اللي يشوفونها، هم اللي يقدرون يعلقون عليها، وهم اللي يقدرون حتى أيضا يسوون لها داونلود. عندي هني الفولدر
هني أنا منزلة بعض الفولدرات اللي هو الوحدة الأولى، نضغط هني راح يدخلني عليها، أنا منزلة صورة. كل طالب في هذا الفصل يقدر أنه هو يحفظ هذه الصورة، يعدل عليها، يسوي لها كوبي أو ينزلها عنده، حتى لو كانت فايل وورد وهذه الأمور نقدر أن احنا نضيف. مثلا أنا ما أبي في هذا في هذه الوحدة، ممكن أضغط على الفايل، أسوي مانج فولدر، أحط أبي فولدر جديد، أحط له الاسم مثلا، مثلا دام عندي الوحدة الأولى نحط الوحدة الثانية، أيضا لأي فولدر السابع. صار هذا الفولدر موجود عندي هني، أقدر أشيل الشير منه، يعني إني كأني حذفته، فخلاص هو راح يروح. طبعا همن أقدر أسوي أدنت حقه، مثلا أبي أجيب فايل من عندي، فولدر، لينك، كويز، أي شيء أنا أبي أجيبه إني أنا أنزله في المجلدات الخاصة لهذا الفصل بروحه. نرجع للبوست هني، نشوف هني عندي هذه ثلاث نقاط. أول ما راح نشوف راح يطلع لنا اللينك الخاص للفصل. هني حصلنا الكود، هني اللينك الخاص في الفصل. بعدين هني نشوف إلى إذا أنا بأغير صورة الكلاس اللي هي هذه، أبي أشيلها على طول، أبي أغير اللون هذا الخاص في الكلاس، أبي أسوي دعوة حق الناس، أو إني أبي أدخل وأشوف السيتينجز. لو يدخلت هني السيتينجز راح ألاحظ إنه هو حاط لي اسم الفصل، المرحلة التعليمية الخاصة فيه، المادة، وبالأحرى الكورس اللي أنا قاعد أعطيه، إذا أنا أبي إنه يكون كلاس ولا جروب. اوكي، بعدين بالنسبة لي هذا البارت اللي هو التعليمات الخاصة في البوست اللي انا راح انشره، هل انا ابي الاعضاء الجدد بس يقرون ولا ايضا يشاركوني؟ طبعا اذا انا حددت هذا الخيار فاي عضو، يعني بمعنى اخر اي طالب فقط راح يقرأ، ما يقدر يرسل، ما يقدر يعلق، ما يقدر حتى يحط أي كومنتس بسيط عن هذا الشيء. مثلا إذا أنا ما أبي البوست ملوتي يطلعون عند الأولياء الأمور، بعض الأمور اللي أنا أبيها واللي ما أبيها من ناحية الشات، إذا أنا أبي الأغلب كل الأعضاء يقدرون يستخدمون كل الأمور اللي موجودة في الشات، إنه مثلا يرسلون لي ملصق، يرسلون صورة، يعلقون، يسوون ريبليز عادي اللي أنا أبي. نلاحظ بعدين عندنا التعليمات اللي أنا حطيتها أو النبذة عن المختصرة عن الفصل، إذا أنا أبي أسوي له أرشيف، أبي أسوي له ديليت، وإذا أنا أبي أسوي كوبي حق هذا الكلاس، أو أني مجرد ما راح أحفظ السيتينجز عندي. تمام، هذا بالنسبة حق الفصل. عرفنا الحين شلون إحنا ممكن نضيف الطلاب وشلون ممكن اني انا اسوي فصل. الحين انا ضفت حسابي الاخر، حساب الطالب، ضفته هني في هذا الفصل عن طريق الكود، علشان ارويكم بعض الخصائص اللي راح تكون موجودة عند كل طالب موجود عندي. راح نلاحظ ان احنا هني حاطلنا عدد الطلبة وحاطلنا البيرنتس اللي هم اولياء الامور الطلبة هذيل. حلو، لما نيجي نشوف راح نشوف ان هني اذا انا ابي اتواصل مع اولياء امورهم فانا اطرش لهم ايميل واتواصل معاهم. عندي اذا انا ابي اتواصل مع الطالب نفسه راح يحولني الى الشات خاص مع هذا الطالب، ممكن اني انا ارسل له اي شيء انا ابي، راح تحفظ عندي بالشات مثلا. أرسلنا
أرسلناها، نرجع مرة ثانية نشوف بعد بعض الأمور. نروح لكلاسز، كلاس العلوم، الأعضاء. تمام، بالنسبة حق هذه الثلاث نقاط اللي هني عندي وايد مهمة. في حال أنا هني هذا، إذا أنا أبي الطالب يكون يشارك معي، يعني هو يقدر يبدي رأيه في المنشورات اللي أنا أنشرها، يعلق عليها، أو بس أبي يقراها ما يقدر يعلق على ولا شيء أنا حاطته. تمام، بالنسبة لهذا الخيار اللي هو أني أنا أشوف التقدم، مثلا إذا أنا كنت أعطيه امتحانات أو واجبات، فرح يعطيني الجريدز والأمور اللي هو سواها، وطبعا هذه بس أنا كمعلم أقدر أشوفها عن الطالب اللي موجود، عن الطالب اللي موجود عندي. نرجع لكلاسز. بعدين عندي اللي هو إذا مثلا الطالب كان حاط عفوا هذه أول، اللي هو الكود الخاص في أولياء أمور هذا الطالب إذا أنا بأتواصل معاهم. الطالب إذا كان حاط في هذا اللي ريموف البروفايل بيكتشر، مثلا الصورة اللي كان حاطها الطالب مثلا صورة غير لائقة أنها تكون موجودة، فأنا أقدر أني أنا أشيلها، غير الباسورد، أو أني أنا أصلا أطلع هذا الطالب من الفصل. ممكن إذا صار لخبطة ولا شيء، أني أنا أقدر أطلع هذا الطالب من الفصل عندي. الحين بعد ما صار الفصل عندي جاهز، دخلت كل الطلبة اللي عندي وتواصلت معهم، أقدر أني أنا أسوي اختبار أو assignment وأدز لهم عن طريق create. لما راح نشوف هني راح يقول لي تبين تسوين assignment أو quiz. في حال أنا كنت أبي أيضا، ممكن إذا أنا مجهزتها من قبل عندي أني أنا أنزله عندي أحمله، أو أني أنا أسوي من جديد مثلا assignment new assignment، راح ينقلني إلى هذه الصفحة. شنو هو عنوان الواجب مثلا؟ نكتب العنوان، نحط الانترودكشن اللي خاصة في يعني بعض البوينتات، مثلا الواجب الأول مثلا نسميه. التكليف الأول مثلا أبي أقول لهم حل مراجعة الدرس الأول. تمام، يقدرون أني أنا مثلا أقدر حتى أني أنا أرفق لهم فايل لينك ملف أو صورة من المكتبة الخاصة فيني، هذا المكتبة الخاصة فيني. مثلا إذا أنا عندي أحد هذه الأمور أو أحد هذه الفايلات، أقدر أني أنا عفوا أني أنا أحطها أنهم يحلونها. يقدر الطالب بعدين أن أنا دام سويت له هذا الشيء، يقدر أسوي له تيست أبي حق فصل العلوم اللي هو الكلاس الخاص بالعلوم. نختار اليوم مثلا، نحطه ليوم الجمعة، هو مستحق ليوم الجمعة الساعة 12 تقريبا بالليل. هني look after due day اللي هو هل أنا أبي يتسكر بعدين إنهم ما يقدرون يدخلون يحلونه أو لا. مثلا نحطه ندز، صار عندهم هذا الواجب موجود هني، إنه في واجب. طبعا هني راح يبين لي عدد الطلبة اللي أرسلوا لي حلوا هذا الواجب وخلاص، متى أرسلوا لي إياه، وأقدر أنا بعدين أصلحه. طلبة ممكن يعلقون لي عليه لأن أنا أوردي أتحت لهم هذا الخيار مثل ما أنتوا شايفين هني.